بحضرتك وبكادر قناة الأيام ومشاهدينكم الكرام، حياكم الله. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحييك. سيادة المقدم، في البداية أنتم عنوانكم هو مديرية مكتب المعلومات المركزي. احنا متعدين على نقول بطاقة السكن مباشرة لسهولتها طبعا، حتى يعرف المواطن شنو هاي الدائرة. البعض ممكن يريد يسوي إجراء معاملة لأول مرة، فيريد يتأكد شنو هاي المعلومات، شنو مكتب المعلومات القصد بيه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مديرية مكتب المعلومات المركزي هي إحدى مديرية من مديريات الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إحدى تشكيلات وزارة الداخلية. مديرية مكتب المعلومات المركزي تعني بمنح بطاقة السكن للمواطنين اللي منتشرة ضمن عموم العراق، نحكي فيما يخص محافظة بغداد ما عدا أقليم بالأقليم هماتين، حتى الأقليم أكيد في عموم العراق، يعني مغطية كل المحافظات وكل الأقضية وكل النواحي. فيما يخص بغداد عندنا كرخ ورصافة، عندنا تقريبا 66 مكتب منتشرة، 33 مكتب بالكرخ و33 مكتب بالرصافة، كل النواحي وكل الأقضية لسهولة انتقال المواطنين إليها من المناطق. تعني بمنح بطاقة السكن للمواطنين، أي مثل ما عندنا بطاقة الوطنية تعني بمنح البطاقة، ومديرية الجوازات تعني بمنح جواز السفر، كذلك بطاقة السكن هي مسؤول عليها مديرية مكتب المعلومات المركزي. هذا ما عدا المكتب الرئيسي اللي هو بشارع الرشيد، هي المديرية اللي مديرية مقرها بالسعدون. بالسعدون، اي مديرية مقرها بالسعدون. لكن عندنا فروع، عندنا احنا تتقسم المديرية الى قسمين، قسم الكرخ وقسم الرصافة. قسم الكرخ يتضمن على 33 مكتب مثل ما اشرت لحضرتك، وقسم الرصافة كذلك يتضمن الى 33 مكتب. مديرية اللواء مؤيد، مدير السيد اللواء مؤيد العقاب المحترم، تحياتنا له. احسنتم. زين، انا هسه كمواطن نعم انتقلت الى دار سكن جديده، نعم، اول ما اريد احاول ان احصل على بطاقه السكن، ما هي الاجراءات؟ هذا السؤال بشقين. احنا عندنا اصدار لاول مره، وعندنا معاملات النقل الداخلي والمتغير. بالنسبه للاصدار الاول مره، يكون المواطن ما يمتلك بطاقه باسمه، كان يكون تزوج جديد وما عنده بطاقه باسمه، نعم. اما يكون مضاف، هاي يعني احكي لك الاصدار، اما مضاف ويا اهله ضمن نفس المكتب وينفصل، او يكون ما مضاف ويا اهله يراجع المديريه. احنا عندنا الاصدار اول مره يراجع المديريه، والنقل الخارجي يراجع المديريه. بقيه المعاملات كنقل داخلي، انت منتقل من دار الدار، من يعني عندك وفاه الاب تحول البطاقه باسم، يعني ذني متغيرات الحياتيه عندنا اربعه اللي هي الزواج والطلاق والولادة والوفاة. هذين المتغيرات الحياتية راجع بيها نفس المكتب المختص بمنطقته. بالنسبة للنقل الخارجي، يعني عفوا ما يحتاج يراجع للمركز، هو إذا أقول لك بالنسبة للنقل الخارجي من محافظة لمحافظة لا يراجع المديرية، وبالنسبة للإصدار الموافقة يراجع المديرية، بهذين الحالتين يراجع المديرية. يعني بما معنى، عفوا حقاط أكلين حتى نتفاعل بالموضوع، أنا من بغداد، نعم، فانتقلت إلى ميسان مثلا، نعم، لازم اراجع مركز بغداد عن طريق المديريه مالتنا اللي بالسعدون. حتى تزودك بكتاب رسمي للميسان، تنقل ضبارتك وتجينا. ايش تحتاج مني يعني حتى نجيك؟ يعني انت بنقول ساكن ببغداد، ساكن بغداد، انتقلت محافظه ميسان مثلا، اول ما تروح تجيب هسه صار احنا جرد ميداني، سابقا كان المواطن من يعني يريد يحصل على تأييد يروح مجلس بلدي وكذا، هسه حاليا من ضمن المكتب المعلومات المنطقه اللي سكنت بها يزودونك بجرد ميداني اللي هو تأييد، احنا نسميه جرد ميداني بعملنا، تجيبه وتجي للمديريه، المديريه تزودك بكتاب للمكتب اللي انت انتقلت عليه، تمام، بغداد، يزودك بالاضباره مالتك، ترجع لابو ميسان يصرف لك بطاقه منه. ممتاز. اذا نرجع على موضوعنا بديت بحضرتك، نعم، لاول مره، نعم، فلازم اراجع لأول مرة، إصدار لأول مرة بخصوص الموافقات تراجع بها مقر المديرية، يزودونك بموافقة ترجع لمكتب الفرع يصرف لك بطاقة. آخذ كتاب ولا برجع للفرع؟ نعم. جيد. واللي شو المتزوج؟ إحنا عندنا قلت لك ذني المتغيرات الحياتية هن أربعة، الزواج والطلاق والوفاة والولادة. أنت تراجع المكتب الفرعي، إذا كنت مسجل ضمن بطاقة سكن والدك
فمن المكتب الفرعي تفصل، ما يحتاج تروح للمديرية. أيضا الوفاء من ضمن المكتب الفرعي. ولادة. ولادة كذلك من المكتب الفرعي. شو قصدكم بالولادة؟ يعني أنت يصير عندك مولود جديد تريد تضيفه على بطاقة السكن لازم تنزل بالاستمارة. أنا لا أتذكر بطاقة السكن باسم الأب. مو النموذج الزغير اللي أقصد عليه، أقصد لك نموذج رقم 2-3 اللي عندنا، اللي هي الاستمارة تكون موجودة بالمكتب بها أفراد العائلة. هاي يكون بها كل أفراد العائلة ومواليدهم وكذا. فأنت يصير عندك مولود جديد تريد تضيفه. هاي ما ضعيفة بصراحة. إلا المفروض. يمكن كل أطفال المفروض تراجع ويتك يعني. لازم على أي مواطن؟ أكيد طبعاً. تأخذ بيان. جنسية. جنسية أو بيان. جنسية وتروح للمكتب الفرعي. يضيف لك إذا كانت أعمارهم أكبر من 8 سنوات تراجع بهم المديرية. جميل. أحسنتم، ممتاز. أنا هاي أول مرة يعني أنا ما استفادية كيف لا هي المعلومة لازم توصل للجميع، أكون ناس ما تعرف هذا بصراحة يعني. إذن أي ولادات حديث الولادة أو إذا تجاوز عمره عن 8 سنوات لازم أراجع المركزي. إذا كتاب للمركزي على ما يضيفونه بقاعدة بياناتهم ويرجع إحنا نضيفه. وللتأكد أراجع الفرع بالبداية. أكيد حتى تم إضافة أو ما ضاف. بالضبط يشيك أبو المكتب يشوف جنسيته إذا ضمن السن من 8 الجو يضيفه من هذا الكتروني ام ورقي؟ لا لا ورقي. ورقي اي ورقي. وعندنا احنا اضافه الى الاستماره كل الاستمارات اللي موجوده بالمكتب داخله مقيدة كلها داخله حاسبة يوم. ممتاز جميل. حتى ندعو اخوان المشاهدين الكرام من لديه استفسار حول بطاقه السكن او ما يسمى بمديريه مكتب المعلومات المركزي ممكن يتصل بنا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. ممكن نستقبل اتصالاتكم مع السيد المقدم حامد علي حمود ضابط مكتب معلومات الخضراء. بالتأكيد احنا خلينا نموذج أو عينة من أحد المكاتب الموجودة في أنحاء العراق، لأن كل المعلومات بالتأكيد هو يمتلك هذا الرجل وبهذه المعلومات ما شاء الله معلومات وافية يا سيد المقدم. إذن أكيد هناك في بعض الأحيان يصير عراقيل في استحصال البطاقة. ما هي العراقيل مثلاً؟ المواطن مثلاً يصير عنده عرقة ما يستحصلها. شفتوا يمكن خلال فترة عملكم أكو مشاكل هناك مثلاً؟ والله حقيقة إحنا يعني من يترأس سيد اللواء مؤيد العقابي المديرية ذلل أغلب الصعوبات اللي موجودة بالمديرية. يعني هو كانت أكو أمور روتينية هو تجاوز كل هذا شنو كانت الأمور روتينية؟ يعني أكو كانت هواي يعني امور خلينا نقول يعني مو المختار والتفاصيل بغض النظر عن المختار. هسه المختار نجي بعدين. احنا مثلا كانت عندنا فقره انه اللي يتزوج لازم نسوي له كتاب يروح يأشر زوجته مهما تكون باي مكان لا بطاقه السكن مال اهلها. هذا تجاوز هذا الاجراء صار بسهوله انه يجي المواطن من نفس المكتب يحتاج ندزه. إضافة إلى ما تفضلت به التأييد كان المواطن يروح للمختار ويروح للمجلس البلدي ويروح للناحية يفتر أكثر من دائرة يلا يحصل على تأييد سكن يأخذ له بالأسبوع 10 أيام أكثر يلا يحصل. اليوم لا المواطن يجي المكتب المعلومات خلال ربع ساعة يحصل تأييد. ربع ساعة؟ ربع ساعة بالزايد بالكثير يعني. يستلم البطاقة. يستلم البطاقة إذا كان يعني إذا كان وياهد يعني تأييد يجوز تطول له بالزايد نص ساعة بالزايد. ما زالت البطاقة ورقية. إيه بالضبط هي ورقية. يعني عندكم فكرة أن تطور يصير إلى كأنما هذا العاج أو كأنما. والله هو كانت أكو فكرة يعني. سينكات. دخل بهذا الموضوع يعني كانت أكو في الدراسة إنه. تصير مثل البطاقة الموحدة فما أعرف هاي السادة يعني المدراء هم اللي جيد. إذن أكو هناك إجراءات تبسيط بعد أخرى؟ والله بصراحة قلت لك يعني طبعا بالمناسبة هي وزارة الداخلية حريصة على تبسيط الإجراءات للمواطنين. يمكن هي الوزارة الأولى اللي رفعت شعار الدائرة ملك المواطن. جميل. يعني وزارة الداخلية يمكن من الوزارات القلائل اللي رفعت هذا الشعار. فدائما السادة المسؤولين على رأسهم السيد الوزير والسادة الوكلاء والسيد اللواء المحترم دائما بزياراتهم الميدانية وبتعليماتهم وباجتماعاتهم يدعون إلى تبسيط الإجراءات يدعون إلى فتشوف يومية يعني يجينا فد قرار يخص تبسيط الإجراءات. يعني من ضمنها احنا هسه عندنا نافذة الحالات الخاصة أو أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني احنا حتى عندنا أوامر أنه اللي ما يقدر يجي يبقى
سكنه احنا ننتقل للبيت، ناخذ بصمه ابهامه او نثبت حضوره مقابل مبلغ مالي ولا مكان؟ بدون اي مبلغ مالي ابدا، بدون اي مبلغ مالي. حتى بالمستشفيات اللي كذا اي مكان يعني بالمستشفى حاله انسانيه بالبيت مقعد ما يقدر يطلع، وهاي مثبته يعني بصور فوتوغرافيه ترسل الى المديريه موقف اسبوعي. زين انا مثلا عندنا حاله معينه ما يقدر يجيكم، شنو الاجراءات حتى يقدم طلب مثلا؟ يعني بدون اي واحد من ذوي زوجته او احد اولاده، بس مجرد انه يحضر يشرح لنا الحاله ونشوف شنو نوع المعامله، احنا ننتقل للدار. جميل. ننتقل للدار نثبت بصمه ابهامه ونكمل المعامله ونسجل. زين نعم شوف الفيديو ماشي اوكي. اذا مشاهدينا الكرام عندنا احدى الفقرات اللي تم تصويرها بهذه الدائرة، دائرة الكرادة اللي تخص البطاقة الوطنية، تم التصوير. راح نستعرض لكم هذا التقرير رغم حلقتنا خاصة عن مكتب المعلومات المركزي، لكن تم إضافة هذه الفقرات حتى يتم تسليط الضوء على دائرتين في آن واحد إن شاء الله، حتى يتسنى أن فتح أكبر عدد ممكن من الاتصالات واستقبال مشاكلكم. مشاهدين الكرام نشاهد بعد معكم هذا التقرير ومثل ما نعود. وينك مايك ماتا احمد؟ قد عدد تقريبا استقبالكم اليوم بالمجمل؟ يعني بالمجمل يعني يوصل يعني تقريبا الالف. ألف؟ ألف مواطن اليوم الواحد؟ أي نعم نعم نعم. هاي شفت أنا سمعت أكو شفت مسائل. أكو شفت مسائل التوزيع هذا هم هسه بالوضع الجديد لأن جت بطايق أعداد هواية. أي. فأكثر من هذا الزخم موجود. يعني المسائل فقط توزيع؟ فقط توزيع عندنا من الساعة 2. هاي الإلكترونية، هاي القيود الإلكترونية. طبعاً هي بعد ما مليانة كاملين موظفين. هذا الدخل بالنظام صدر له رقم وطني بعد تغادر الورقية. كل الإلكتروني يصدر له رقم وطني وتتملى بصورة قيد إلكترونية. الورقي يتأرشف بعد خلاص خلاص انتهى موضوع هذا. ممتاز. كل شخص يكمل البطاقة الوطنية مالته أو يصدر له رقم انتهي موضوعه. هسه عندنا احنا خدمة حتى اللي خارج العراق، تسجيل بدون حضور بدون شهادة حياة؟ لا، يقدم الوكيل مالته وكالة شهادة حياة ندخله بالنظام يصدر له رقم وطني ويبقى على تصويره. شو وقت ما يجي يعني معاملته انجزت خلصت كلها، سوي له طلب مجانا طبعا طلبات من هنا فقط، يصور ويستلم بطاقه. الوكيل مالته هو اللي يعمل بديله؟ الوكيل مالته بديله من يجي يروج له معامله ويدخله بالنظام ياخذ له صوره قيد الكترونيه خلاص موضوعه، ويجي فقط على التصوير. يعني شهاده حياه لازم تصدق من الخارجيه؟ اكيد حتى تستوفي الشروط القانونيه لازم تصدق من الخارجيه. تنزل جوا شوف نسال هنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو عندك معامله؟ ترجمة صورة قيد إلكترونية. ايش صار لك هسه من جد؟ والله أنا صار لي يومين تقريبا، بس طلع عندي خطأ بالرقم العائلي عند الولادة. فرجعت سوينا تحديث للسيستم. تصحيح. وصححوا لي إياه وعطوني إياه اليوم. شلون معاملتهم هنا بهاي الدائرة؟ ممتازة ممتازة. يصير بعض التأخير في بعض مرافق الأقسام اللي موجودة بالدائرة. بس يعني الأمور ماشية. السبب هو الزخم مو تمام لو شنو؟ زخم بعض الأحيان يمكن ضيق المساحة جائز أو يعني يعني. أي بس الإنجاز إنجاز ممتاز. لا ممتاز ممتاز. أكو فارق كبير ما بين. أكيد طبعاً طبعاً. كان بسوق الثلاثاء عن هسه أكيد فارق كبير. يلا موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلاً. تفضل حبيبي تفضل. السلام عليكم. أنا أشكر مديرية جنسية الكرادة حقيقة، لازم نشهد لها. بالنسبة للتعامل مالهم إيش قد دخلنا دوائر دولة ما موجودة. أنا هنا راجع أكثر من 6 أشهر بس الخطأ بينا عندنا. بس أكو نقطة مهمة اللي هو يشكي منها المواطن وأنا شكيت منعتها. ويا ريت من خلال قناتكم الموقرة توجهوها إلى وزارة الصحة. هنا الجنسية تعتمد دائما البيانات مالتها والمواليد والاسم واسم الأم عن طريق وزارة الصحة. اللي هي شهاده الولادات والوفيات. وفيات. نعم. عندنا شنو مثلا تروح الى مناطق مثلا الفينات في مدينه الصدر محترقه الاوليات. زين. فما موجوده. عندي معامله بالعماره رحت هناك محترقه السجلات مالي 67. زين. يقول لك نعتذر. مال الصحه؟ مال دوائر الصحه. مال دوائر الصحه. الصحة. فهنا أنا ما عندنا كل مشكله يعني تخلص امورك اوكي. بس اللي تعرقل اكثر المشاكل تصير في وزاره الصحه بالولادات والوفيات. اوليات ما موجوده نهائيا. انا رحت للعماره 3 مرات
سجلات محترقة. زين هم يريدون شيء قانوني يستندون عليه. صح. ما عندنا يثبتوا ما عندهم. فأرجو بس وزارة الصحة، وزارة الصحة أن تعيد بهذا الأمر، يعني تشوف طريقة. يعني هذا أنا راجعت الشارع الرشيد، المغرب كل العالم تعاني من هذا الموضوع. جنسية ماكو مشكلة، مثبتة بيانات والحمد لله والشكر. أوكي. خاصة نشكر بعد مدير بالكادر مال الكرادة، أعيد يعني تعاملهم كل الزين، ونسأل الله سبحانه وتعالى يحفظهم جميعا. جزاك الله خير. الله يخليكم. الله يخليك. شكرا. سيف المقدم، هذا الحل شنو؟ هو صح هذا متعلق بوزارة الصحة، لكن هاي وثائق إجراءات منتهجة حقوقية. أصل القيد هو شهادة الولادة اللي تصدر من دوائر الصحة. ف اكو مرات أخطاء أو غير واضحة أو تقادم الزمن تكون السجلات ممزقة، فنضطر نفاتح الصحة نطلب شهادة الولادة حتى نثبتها. مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى مع سيادة المقدم حامد علي حمود ضابط مكتب معلومات الخبراء. سيادة المقدم، تحدثت قبل التقرير حول تسهيل إجراء معاملات المواطنين في مديريتكم. اللي يحتاج يستخرج البطاقة، هل يحتاج إلى مراجعة مديرية البلد يعني البلدية، إدارة البلدية أعتقد، أو مجالس المحلية؟ مجالس المحلية عفوا. أنا كان أتذكر يعني مراجعة مجلس بلدي، مراجعة مختار وتفاصيل، يحتاج دائرتكم هسه الشكل؟ سابقا كان المواطن من يريد يستحصل على تأييد مجلس بلدي يراجع المجلس المحلي ويراجع الناحية ويراجع المختار كذا. اليوم هذا الشيء ما موجود صراحة اليوم. يعني بصراحة بمتابعة حثيثة من قبل السيد اللواء مؤيد هذا الموضوع، يعني أخذ بي شوط كبير وتعبي. اليوم المواطن ما يحتاج يفتر هاي الدوائر كلها. بخصوص بطاقة السكن، يجي يراجع نفس المكتب المعني اللي بمنطقته. إذا كان يحتاج إلى التأييد، فهو المكتب يزوده بجريد ميداني. يطلع ويا أحد موظفين المكتب للبيتة، يتأكد من سكنه، وعندنا نموذج وزعت لنا المديرية ونزوده بالتأييد. وإذا كان البطاقة من نفس المكتب، يعني كان إذا كان تغيير داخلي، فهي هاي العملية كلها ما تستغرق إلا بالنص ساعة، يعني سواء التأييد والبطاقة، يعني خلينا نقول نافذة واحدة نفس المكتب. أو كان يريد ينقل من مكتب المكتب، هم من زودة التأييد يروح للمكتب المعني، هم يتأخر يعني ساعات قليلة جدا. يعني هايتم كل شخص يريد يستخرجه لأول مرة يحتاج إلى شخص من المكتب حاسب الرقعة الجغرافية أن إذا معاه المنزل مثلا يشوف. بالضبط هو الجرد الميداني اللي هو نفس التأييد، من يراجعنا المواطن يابا أنا أريد أحول السكني من فلان زقاق أو دار لفلان زقاق أو دار، فإحنا شلون نتأكد من السكني بهذا الدار؟ يطلع أحد مخصصين، أحد موظفينا ينتقل ويا للدار يتأكد من سكنه، وعندنا نموذج جرد ميداني بصمه، ونحتاج من عنده 2 شهود بجوارينا بالضبط انه يعيدون هذا ساكن بهذا الدار. جيد. دوائركم اكيد هسه كل دوائر يعني خاصه بالعطل، انتم عندكم مواسم يعني تابعه بوزاره الداخل حسب ما عندي معلومات استشفيت خلال فتره عملي مع ببرنامجي مع وزاره الداخليه. الجوازات والجنسيه والبطاقه السكن دائما يصير كثافه وين؟ في العطل. مضبوط. لأن الناس كلهم عمله وكذا، فبالعطل يستثمرها. الكم اللي يجي، العدد اللي يجي استخراج البطاقة أكيد راح يكون أكثر. هل هناك أماكن خاصة لاستراحة المواطنين، أجواء مناسبة تليق بالمواطن العراقي أثناء إجراء المعاملة؟ مع احترام يعني في بعض الدوائر نشوف أكو زخم، أكو مو فقط بس في وزارة الداخلية، عند أقول على كل الدوائر زخم، ومواطنين يكونون ما مؤشر لهم لوحات إعلانية بأنه هذا المكتب الفلاني أو خاصة الإعلام، يعني لوحة كاملة تعطي إشارة للمواطن آلية العمل بمراجعة الدوائر. تمام. عندكم هاي المعلومات تمتلكوها أنتم كدوائر مكتب معلومات؟ أنا مثل ما تفضلت بسياق الحديث قلت لك أنه وزارة الداخلية
وسادة السيد الوزير وسادة الوكلاء والسيد مدير عام دائما ما يوصون بالمواطن. فأكيد قناتكم الموقرة وبقية القنوات عندها كوادر ميدانية وتماس مباشر ويا الدوائر ويا المواطنين وتطلع جولات ميدانية للمواطنين. بصراحة مديرية الجنسية قطعة شوط كلش كبير بهذا الموضوع. يعني هسه أنت من تراجع دائرة تشوفها أولا الترتيب النظافة المكان المناسب بخصوص المراجعين. اليوم ما تلقى دائرة إذا ما مرتب له مكان للمراجع يجي باحترام وبتقدير مجاملة دوائركم. أنا هسه مو مجاملة. أنت عندك كادر ميداني وأي دائرة تعجبك دوائر الجنسية ادخل لها بصورة مفاجئة بدون سبب. دوائركم أنا دا أحكي مو على البطاقة أنا جزء اختصاصي بطاقة يعني بس أنا دا أحكي على كل دوائرنا البقية. يعني أحد الأخوة يعني خلينا نقول مدير جوازات الكاظمية حتى مخلي مكان ألعاب الأطفال اللي يجون من عوالم. يعني تجي مكاتب المعلومات احنا كل المكاتب المعلومات وبتوجيه من السيد اللواء المحترم مخصص مكان لجلوس المراجعين مظله من الشمس مكان مبرد كراسي محترمه بحيث من يجي سراء بس يصيح عليه الموظف يقوم يوقف كذا. ممتاز هذا الشيء بصراحه ايجابي يعني كلش ايجابي وهذا الشيء تقدر يعني تشوفونه اثناء جولاتكم اثناء كذا. واكيد انت مراجع مديريتنا أكيد. يعني مديريتنا من تدخل لها يعني كانما داخل يعني هو الامانه فعلا اي فعلا الامانه صراحه هذا كان لواء مهدي الوائلي للامانه هسه يمكن فريق فشفت الدائره مثقفات كذا هذا شيء ايجابي. بعدها زرت لواء مؤيد هم تصورت وياه هو الامانه صراحه واكبنا لواء مؤيد طفره نوعيه بالمديريه. يعني هسه حتى على مستوى الورود المكان يعني الصناديق الورد هاي كلها بيها توجيه. يعني بصراحه وعد خيره الضباط للامانه يعني هسه ما جاء من كل ضباط عميد اركان اخذ من غير منطقه جاء وكذا لكن اداره ممتازه كل ضباط مديريتنا محترمين وناس يعني مهنيين. تحيه لهم خاصه لكل الاخوان الموجودين من ضباط ومراتب ايضا بالتاكيد يقدم خدمه. احنا دائما كون إنسان مدين إلى في هذا البرنامج. نرجع على أهم شريحة اللي هي قدمت ما قدمت للعراق قدمت شهداء أكيد. فلذات أكبادها أكيد شهداء لابد أن يكون مميزين. سؤال هنا أكو هناك منافذ خاصة يعني هو سهل حتى نقول حتى بمنفذ كل المواطنين لكن أكو خصوصية ليش عوائل الشهداء يعني والجرحى ايضا احكي لك عن مديريتنا توجيه صريح وواضح لكل مكاتبنا اللي موجوده بالعراق خصوصا ببغداد ممنوع عوائل الشهداء يحضرون للدائره. المكتب يكمل البطاقه وياخذها للبيت يسلمها لهم لهم للبيت. اي عوائل الشهداء بمجرد انه توصل للمكتب اي احد افراد عائلتهم او يوصل خبر او كذا عائله شهيد من ذويهم الجنود من ذوي اكيد من ذوي الشهداء. يعني مثلا شهيد يريد يحولها باسم زوجته او والده يراجع او اخوته توجيه صريح ومباشر انه ننتقل لهم للبيت ما يحضرون للدائره تكمل معامله. هذا من باب انه يتميزون عن باقي المواطنين لانهم على حكايتك الشهداء اكرم منا جميعا. فكل شيء لهم خصوصيه الشهداء ممتاز. ودائما عندنا يعني توجيهات مستمره انه عوائل الشهداء رعايتهم انتقال لهم للبيوت لكذا جدًا. فأكيد لهم ميزة بالعمل. أحسن ساعات المقدمة مشاهدين الكرام. الآن نستكمل موضوعنا ونفتح أيضا الاتصالات بعد ما نشاهد التقرير. أكيد تقرير حول بطاقة الوطنية في الكرادة وعينة أو نموذج من جميع المكاتب الموجودة بالعراق. لكن الآلية نفس الآلية اللي يستخرجها أبو الكرادة ينتجها أيضا أبو ميسان أبو البصرة أبو ذيقار وأقليم كردستان. فإذا مشاهدة نحن وإياكم هذا التقرير ومثل ما نعود سيادة المقدم
شنو هاي القاعة؟ هاي القاعة الثانية اللي أصغر من تكون القاعة الأولى اللي فوق، هذه قريبة على الشارع وتعرف سلم درجها صغير يكون، فهاي مخلية الحالات الإنسانية، وإذا يصير زخم ننزل من عتها. العاجز اللي مريض ما يقدر يصعد فوق، فاحنا نصير تحويله لي جوا حتى يجي يصعد لي فوق ويصعد يتعب من هنا ينزل على الفحص. ممتاز. عندكم هذا الاستثناءات بانه اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه؟ اكيد. اي قلت لك هاي الحاسبات احنا نخلي اكثر من حاسبه، شكو حاله انسانيه ما يبقى بالسرى هذا. عاجز رجال كبير حاله انسانيه احنا ممكن معاملته، ومرات يوصل ما يقدر يتحرك، فاحنا نكلف احد المنتسبين يقوم بالواجب كله. يعني. ممتاز. ها بشر عيوني وصلت معاملتك تكمل ان شاء الله. راح والله ان شاء الله ماشي الامور. لا الولد ما يقصرون ان شاء الله، يلا ربي يوفقهم ويحفظهم ان شاء الله. السلام عليكم. شنو معاملتك عزيز؟ معاملتي بيانات اخذ بيانات. اي صار لك ايش قد من جاي؟ صار لي نص ساعه تقريبا. شلون الامور طبيعيه؟ لا طبيعيه. لا طبيعيه. طبيعيه. لا طبيعيه. لا طبيعيه. لا لا ولا طبيعيه. الامور زين الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون المعاملات هنا؟ والله وياه جاهزه ويا. اي الحمد لله. يلا موفقين. حجينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. شنو معاملتك؟ بدل تالف. بدل تالف. اي صار لك ايش قد ما قدمت المعامله؟ ماكو بس ربع ساعه وراح تكبر يعني ان شاء الله. حجي داير وجهه ترى حجي. لا ولا وانا شربي هاي واحد يحكي واحد يحكي امانه الله. جزاك الله خير. لا يعني دائره راقيه جدا. ممتاز. اي يعني ممتاز. انا شفت غير شكل عن باقي الدوائر يعني. ممتاز. بالكراده غير شكل يعني. يعني روتين روتين طبيعي. هذا طبيعي ترى باي دائره. يعني امانه جي. يعني المعامله كل زينه ضباط ومنتسبين يعني. احسنتم جزاكم الله. موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. جاي ساعة العقيد يعني احنا طبعا هذا المكان وظيفة وقت تدور وجوكم من عقد ناس خير ان شاء الله وخدمتكم. طبعا هذا المكان ايضا بوحدة تسليم البطاقة الوطنية اللي حكينا عليها يعني بالمسائي بس هذا هو بالمسائي بس تعرف اكو ناس محافظات يجوا لهنا انا شو اقول له؟ اقول له روح تعال ورا ثنتين. فدائما واحد من الموظفين مال التسليم موجود اليوم استاذ محسن موجود من الموظفين تقدر تشوف بس العدد هناك يصير. ليش هاي القاعة كلها راح تصير تسليم فالزخم نمتص الزخم إضافة إنه يتوزعون على أكبر عدد من الحاسبات. تعرف كل ما توزعت أكثر الزخم يقل وأسرع. هاي شنو هاي الدائرة؟ هاي رم. إحنا قلنا أكو بالتقديم مثل ما تفضل السيد المقدم. أي. عندنا مدخل ومدقق وحسابات ومصرح. نفس الآلية اللي فوق. نفس الآلية حسابات مصرح خلاص من هناك يدخل المدقق مدخل مدقق. هنا الحسابات هنا المصطلح خلص ويتوكل الباقي زين. هذا بالاخير المكان اللي قلنا للتسليم لكن لو يصير بثنتين ان شاء الله حتى يخلصون من هنا كله يتوزع. جيد. العدد الكبير اللي استلمناه قبل 9 ايام بالضبط 8000 اللي استلمناه. عمو شو عندك هنا؟ العدارة. اي شنو معاملتك؟ مع الموحدة. على البطاقة الموحدة. قدمته مباشر لو حجز الكتروني؟ حجز الكتروني. صار لك ايش قد حاجز قبل؟ ذاك اليوم حجزنا. ذاك اليوم؟ اي نعم. جي. بعد. ابو والدي. وين حجز؟ كنت فوق ولا ما حجز الكتروني صار بس ما رأي الكترونية. ما اعرف. احنا ما نعمل بالحجز، هو النظام موجود الحجز بس زين. المواطن استقبل احنا. ممتاز. يعني بعصار مباشر. لا فالمواطن باب الدائره خالين انه الدائره لا تعمل بالحجز الالكتروني. يعني اي واحد له اراده يجي يكمل مباشر. مو فقط الواقعات، كل انواع المعاملات. كل اصدار اول مره بدل ضائع واقعات كل انواع المعاملات مستقبل المواطن. يعني هاي استقبالكم بشكل مباشر بدون الكتروني معناه يعني انتم كل العقبات ذللت. الحمد لله يعني بدنا نشوف وضعنا مسيطرين احنا. جيد. اي ف ان شاء الله الحجز يعني هذا محسب لكم بالتاكيد. الحمد يعني. لله الحمد لله. اي نعم هاي الموظفين مالتنا ابطال ان شاء الله. يلا ان شاء الله بجودة. مو احنا نقول الوحده بعمرها ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايش عندك معامله هنا؟ والله موحده. 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 انت قدمت وجيت مباشر يعني؟ والله جيت هاي قبل ساعه و بدون حجز مباشر. بدون حجز مباشر والامور طيبه وانا مقيم برا. على اقامتي مال برا مشوا لي اياها والامور جدا سريعه يعني. يعني انت مراجع قبل ايش دوائر لو ما مراجع؟ والله مراجع مراجع انا يعني جيت سويت الاولاد عندي البنات. ما شاء الله. بس الامور كلش ممتازه والله. ممتاز. يعني انا اتفاجئ انه ما شاء الله هيك دوائر صايره فرق كبير. اي والله فرق كبير. هي والجوازات والهاي كلها فرق كبير.
يعني دوائر، هواية دوائر موجودة متغيرة بشكل كبير. إيش قد قالوا لك تنجز معاملتك؟ والله يمكن خلصت طبعاً بدها التصوير وخلص الموضوع. إيش قد يستلم البطاقة؟ بطاقة يوم سيد العقل صارت 3 أيام. هسه صارت سريعة بس فترة تأخرت وإن شاء الله هسه بعد ما يتأخرت من أسبوع. حسب ما متعارف عليه. زين. ممكن. اليوم ما دام دا ينطبع بسرعة إحنا نسلم بسرعة. ممتاز. يمكن يعني تخلص إجازتك. يعني أنا ما أنت سويتها يوم الأربعاء اللي راح. بلي. أو الثلاثاء اللي راح. جتني مسج إنه وصلت طلعت الهوية. خلال إيش قد؟ 4-5 أيام يمكن. ممتاز ممتاز. هي تطلع خلال 3 أيام اليوم الرابع عندنا بس عموما يطول موعد أسبوع. يجي مسج يجي مسج يجي مسج. ممتاز. جتني مسج على التليفون إنه هو. ممتاز. على رقم الإماراتي هي مو رقم العراق. الرقم اللي ينطينا اياه صح اللي موجوده بالاستماره الالكترونيه يسلمها مديريه البطاقات من تطبعه يبلغونه ويجي يتفضل. جيد ممتاز. هذه عوده اخيره مشاهدينا الكرام مع او اخرى وليست اخيره مع المقدم حامد علي حمود ضابط مكتب معلومات الخضراء. سيادة المقدم، تحدثنا اثناء التقرير ما هي نسبة انجاز دائرتكم بأرشفت معاملة البطاقة لكل المحافظات العراقية بخصوص المكاتب الفرعية؟ تكون الأرشفة يوم بيوم يوم بيوم يوم بيوم تكمل إجراءات المعاملة تدخل حاسبة نفس اليوم. بالنسبة للمكاتب الفرعية تحدث ويا المديرية كل شهر. كل شهر. كل شهر تروح الحاسبة المديرية تتفرغ المعلومات بهاردات خاصة بالمديرية تتحدث الحاسبات وترجع. فالأرشفة تكاد يوم بيوم إنه كاملة. يعني أنا عندي معلومات بالبصرة أو في بغداد. نعم. انتقلت للبصرة ألقى بالبصرة مكتب معلومات معلوماتي. كل شيء تلقى. كله. المديرية حاليا مديرية مكتب المعلومات المركزي. حدثت كل بيانات العراق عندها بداخل المديرية. ممتاز. بحيث اليوم من تروح للمديرية من يستعلمون اسمك يطلع إذا كانت عندك بطاقة بالبصرة أو بالموصل أو بالرمادي أو بأي منطقة. إذا طلعت عندك مثلا بطاقتين مثلا. يعني إذا طلعت عندك بطاقتين نوبات يجون مراجعين سابقا كانت أكو يعني ما مأرشفة كل المعاملة فاللي صادرت له بطاقتين اليوم لازم يسقط واحدة من عدن. جم. وصارت عندنا هواي حالات يجي مواطن مثلا يريد ينقل واحدة من البطايق فلما نستعلم اسمه عدنا تطلع عندنا بطاقة محافظة أو بغير مكان. انتهت يسوي له كتاب للمديرية على آخر سكن. أكيد هو شنو بعد وين يريد إصلاح اللي سقط نسوي له كتاب للمديرية القسم السجلات يسقطون واحدة من البطايق. ممتاز. جيد. سؤال على فقدان البطاقة. نعم. أو تلفها. نعم. شو راح يكون عالية تلفها؟ هذا سؤالك بشقين. بالنسبة للتالف كأن يكون صورة ما واضحة أو ختم ما واضح أو بطاقة قديمة يجي يراجع المكتب المعني بس يجيب لنا البطاقة الأصلية السابقة نزوده بطاقة جديدة على نفس الجغرافي. أكيد طبعا نفس المكتب الفرعي. جيد. إيه. فقدان يزودنا بكتاب فقدان من المحكمة. ممتاز. إيه. عندنا اتصال يلا من خلف ناخذه. عمر بن تلافر يا مرحبا. السلام عليكم عمر. الو. السلام عليكم. اين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اين عمر؟ تفضل. سعيد اول شيء. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. الله يحفظكم ويرعاكم حبيب عمر. اني من احتياجات الخاصه. نعم. اني من احتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم نعم. عندي شهيد. أبويا شهيد وأخويا شهيد. زين. إيه. يعني طلع بطاقة سكن؟ عندي بطاقة سكن وعندي بطاقة تموينية وعندي جنسية عراقية. نريد نسوي هاي البطاقة الموحدة يعني مشمولين بها. أكيد عندهم نافذ الحوالي الشهداء نفس الإجراءات. نفس الإجراءات. نفس يراجع دائرة حتى بدون حجز حوالي الشهداء. ممتاز. احنا تابعين. يا دائرة أحوال موصل مو موصل قلعة الأحفر. أكيد. أي بلي يراجع وياك المقدم حامد. أكيد يراجع دائرة الأحوال اللي بمنطقته حتى بدون حجز عوائل الشهداء. واضح عمر؟ نعم بس يعني شنو المطلوب ناخذها يعني شنو المطلوب؟ الجنسيه والشهاده مالته القديمه اذا كان له يريد يصدر وبطاقه السكن اذا كانت عنده بطاقه السكن باسمه او باسم والده اذا كان ما متزوج.
ويراجع يعني أنا يعني معوض بقدر أراجع على الملك ضب السيارة خصوص يعني تكلف علي. يعني قصدك انه اكو اشخاص من الدائره يجون المنزل الحقيبه المحموله يراجع اي واحد من ذوي الدائره يطلعون وياه للدار يصوروه. واضح عمر؟ نعم جيد ان شاء الله. يعني تراجع الدائره هم يخصصوا لك فريق عمل بالحقيبه المحموله وان شاء الله ينفذون استخراج البطاقه الوطنيه. فقط سؤال مو لوقت جيد اللي مثلاً سافرت خارج العراق، نعم، واحتاجت معاملة أهلي، نعم، بطاقة سكن، زين شو راح استخدم جاي من خارج العراق؟ إذا حضرتك أنت مسافر خارج العراق وزوجتك موجودة داخل العراق، تزودها بوكالة خاصة إلها وشهادة حياة، راح تصدر البطاقة باسمها. إذا زوجت وياي؟ إذا أنت وزوجتك مسافرين خارج العراق، تسوون وكالات. شهادات حياة للابن الأكبر اللي موجود هنا. وإذا عالت كله شو زويلك؟ أكيد من ترجع نجد مشاهدة الكرام. هذا تقرير أخير مشاهدة هذا التقرير ثم نعود. آلية العمل، إجراءاتكم، تسهيلكم للمواطنين، ودا أشوف حتى أكو قطع وأي مؤشرات تأشرون بأنه هذا مجاناً، بأنه إحنا ماكو تسجيل مسبق مباشر، هذا فعلاً يحسب لكم للأمانة. طبعاً هذا كل فخر التوجيهات السيد مدير الدائرة، مدير العام، الأهم شيء من الوكيل الأقدم وهكذا بجهودهم جهود الخيرين. والحمد لله احنا اول شيء واخرا نحمد الله ونشكره انه وفقنا نوصل هالمراحل. وطبعا اول ما تدخل تشوف حضرتك هاي اول دخول للدائره مكتب الجهات الرقابيه اللي موجوده هنا. ليش بالواجهه حتى الواحد ما يقدر يقول ما عنده الجهه الرقابيه وين؟ فاذا اي واحد عنده اي شكوى علينا او تقصير احنا نفتخر انه يكون بالواجهه حتى يوصل. نعم مدير الشؤون والشؤون الداخليه والامن هنا المكتب ماله بالواجهه خالي حتى كل واحد يشوفه راسا يندى. اذا اريد اشتكي عليكم هنا اي لازم اشتكي علينا. شكرا جزيلا سياده العقيد قيس اكرم كرم، وايضا شكر موصول المهندس بالتاكيد. وطبعا لان انا لاحظتك قبل لا ان اقرا العنوان عندك معلومات بالهندسه وبتفاصيل، فسبحان الله هسه اكدت لي من العقيد المهندس قيس اكرم. شكرا لك، شكرا للسيد المقدم عمار طبعا لجهوده ومتابعته لنا، وايضا شكر موصول سيد العميد عميد عمار مدير هذه الدائره يا عقيد عمار. عقيد عمار وعميد علي وعميد علي ايضا مدير الرصاصه السيد اللواء رياض مدير اللواء رياض، والاهم سياده الدكتور الوكيل الاقدم حسين عوادي. أيضا نشكر الأخ العميد طبعا متابعات مباشرات طبعا عميد الضرغام واللواء سعد أيضا هذول متابعات مباشرة. يعني السيد الوكيل أكثر من مرة مدير عام دائما عنده جولات تفقدية زين المتابعة 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 موجودة والحمد لله. أهم شيء المتابعة، إحنا إذا أنجزنا أي مشروع وما تابعناه أكيد راح ينحدر، بس الحمد لله إحنا متوفقين والحمد لله اللي الله وفقنا نكون بخدمة الناس. جزاك الله خير، شكرا جزيلا سيادة الشرف. شكرا جزيلا. إذا المشاهدين الكرام بعد هذه التجوال بهذه الدارة بالبطاقة الوطنية في الكرادة الشرقية، شكرا من قام بإعداد هذه الحلقة بتوفير المكان بتوفير العلاقات مع السيد العميد الرغام بإعلام مدير العام الجنسية والجوازات والإقامة. شكرا للواء سعد معا بتوفير منحة سمة أو تصريح التصوير بهذه الدارة. بالتأكيد من واجب برنامجنا وإظهار الإيجابي والسلبي، إن كان سلبي فيكون هو إيصال رسالة للسيد المعني بأنه يتم معالجة هذا السلبي باتجاه وضعه بشكل إيجابي، وكذلك نظر الإيجابي وآلية العمل. هذا من أولويات ومهام برنامجنا. مشاهدينا الكرام بعد المتابعة الحثيثة بهذا البرنامج وصلنا إلى نهاية هذا الملف، ملف البطاقة الوطنية. بعد الفاصل عودة لنا للاستوديو.
مشاهدينا الكرام، ما تبقى البرنامج سوى دقيقتين، راح نستثمرها مع المقدم حامد علي. سيادة المقدم، تحدثنا لك ما عجبت بصراحة على قضية الإعلام، هل هناك إشارات معينة، دلالات؟ خاصة نشوف أغلبية الدوائر بتاع الوزارة الداخلية هناك دلالات، وهذا يعني يقلل من عملية التساؤل المواطن، وعملية جدا حضارية ومهمة. عندكم بمكاتبكم وليس في مكتبك فقط، هل توجد هناك دلائل؟ كل مكاتبنا المنتشرة ببغداد علامات توضيحية، إضافة إلى كل ما يحتاج الموظف، حتى ما يحتاج المواطن يسأل شنو مستمسكات المطلوبة، لأن راح يلقى بوسترات كبيرة وموضوعة بكل مكان، كل ما في بنك أكيد كل مكتب موجود. كل هذه توجيه، يعني توجيه رسمي أنه أنت تخلي المستمسكات المطلوبة لإصدار بطاقة السكن، شنو مطلوب، 1 2 3 4، من يجي المواطن ما يحتاج يدوخ ويسأل وليش وشنو كذا، هذا المستمسكات المطلوبة، هاي المستمسكات المطلوبة للجرد الميداني كذا. فاليوم كل شيء موجود، علامات دلالة موجودة، إضافة حتى إلى أرقام السيد اللواء، طبعا رقم السيد اللواء وأرقام السادة العمداء وجهات الرقابية موجودة، أي مواطن عنده شكوى أو عنده استفسار موجودة أرقام معلقة في المكتب. سؤال مشترك طبعا ما بين البطاقة الموحدة أو البطاقة الوطنية عفوا وبطاقة السكن، نعم، هل استحصال البطاقة الوطنية تغني عن بطاقة السكن؟ قطعا ما تغني، بطاقة الموحدة مستمسك يغني عن الجنسية والشهادة فقط، بطاقة السكن مستمسك ثاني، لأن أنت اليوم عندك متغيرات، عندك تغير تنقلات، تغير سكنك بين فترة وفترة، فما معقول أنت تغير بطاقة وتروح تغير بس بطاقة السكن. إذن السيد المقدم حامد علي حمود طارق، مكتب معلومات الخضراء من مديرية مكتب المعلومات المركزي، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك، شكرا لهذه المعلومات الوافية اللي استفادنا احنا اكثر من المواطنين. شكرا لحضورك. انا اشكرك واشكر القناة الايام المحترمة واشكر كادر القناة على هاي الاستضافة الجميلة. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا بك. شكرا لك مرة اخرى. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكر الاخوان في البطاقة الوطنية، شكرا اولا للسيد اللواء سعد معن طبعا اللي وفر لنا هذا الاتصال بالسيد العميد ضرغام، وجزاك الله خير عميد ضرغام على التواصل معنا وإتاحة الفرصة لأخذ أكثر من مديرية التابعة لوزارة الداخلية، خاصة في مديرية الجنسية والجوازات والإقامة. إن شاء الله من المتوقع أن يكون حلقتنا القادمة عن مديرية الجوازات. شكرا للإخوان في البطاقة الموحدة، العميد قيس وكذلك العميد عمار والمقدم ايضا عمار لإتاحة الفرصة للتصوير في بطاقة الكرادة الشرقية. شكرا للإخوان، شكرا للبطاقة، الله يخليك، بطاقة السكن معلومات، شكرا لكم، شكرا للمعلومات، شكرا لكم مواطنينا الكرام لمشاهدتنا لهذا اليوم، ألتقيكم يوم السبت القادم الساعة 9 مساء، شكرا لكادر البرنامج وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي أبو مير، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في أمان الله.